صباح الخير بنات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا يا اختي في هذا الفيديو اللي ان شاء الله غنبداوه معكم من الصباح ديالنا. اولا انا يا سبقت ماما وقلت لكم السلام قبل منها. المهم ماما عطات للدار تحت، انا يا بقيت شويه تعطلت عليها في الفطار، هما اصلا ديجا فطروا، انا يلا كي غنفطر دابا البنات. المهم غير تيفان وقهوة بطبيعة الحال، عرفتي سخنتها بزاف، باقا حامية مقدرت نشربها، خصوصا دابا ملي الحال كيسخن البنات حاجة ما تتبقاش تبرد دغيا. المهم غزالات ان شاء الله في هذا الفيديو غادي يكون فيه واحد الدويرة في الدار التحت، بالحق ماشي هنايا، الدار التحت ندورو بها شي شوية. واخا حنا دائما تقريبا دائما خاص دوزي على هكا واحد السيقة، دوشها بحال هكاك، تبدلي لي زوت، تبدلي المخدات، غير هي انا ما تنبقاش نشارك معكم داكشي، لانه كما كنعرفوا كلشي البنات كيعرف يدير هاد الحويجات، كلشي كيعرف يبدل لي زوت، كلشي كيعرف يمسح الشريجمات، من غير الا كان فيه الفيديو شي استفاده مرحبا، راه تنشارك معكم بحال ان شاء الله اليوم. ماما بغات تعطيكم هكا شي حويجات اللي غادي يفيدوكم بزاف بزاف الغزالات. المهم دابا غادي ناخذ الفطار، هما سبقوني في الفطار صراحه ماما فطرات هي وعيشه، المهم هما سبقوني، انا دابا غادي نفطر وغادا نوض نبدل عليا ونشوف راتي باقا يلا كيف عقل الناس، عيني باقي ما محلولينش مزيان، وغادي نهبطكم معايا ان شاء الله الدار تحت، ونتمنى الفيديو يكون عجبكم وخليكم معنا ما تمشيو فين. المهم غزالات دابا من بعد ما فطرت انا تبدلت عليا، المهم بس هاد القنيديره صراحه خفيفه البنات وهكا ديال الشقال، بغيتي تقيل شي حاجه. المهم قنيدرات انا تيعجبوني بزاف بزاف، وصافي دابا غادي نهبطكم معايا. ماما ديجا البنات انها هي في الدار التحت، غادي تحل ويل واش ما بغاش تحلو واخيرا شقلبت اختي، شقلبت منقولش ليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ كنتمناكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير، وانتوما غنعطيكم في هذا الفيديو يا اختي الطاقة، يا اختي الطاقة، ونوضي ليا يا اختي وخملي ليا وشمري ليا على دابا وعاتك، حلي ليا شوية، عرفتي أنا الدار هكا كتشعل، غير هو بغيت نعس شوية، قلت أنا هكا بغيت نقلب ونشقلب فيه. وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد النهايه اللي غنعطيكم فيه واحد النصائح اللي غزالين ما نقولش لكم، ولكن انا تندير شي حاجه بالعنايه، تنشد الصالون ونقي بالعاني، نتمنى دقيقه ونهز الكراسي نحيدو من هنا باش تبان زعما الدنيا مرونه، تقلب 180 درجه في دقيقه، يلا كي كان هكا كيشعل. ولكن صافي بغيت نحل الشراجم ديالو، نحل الشراجم ديال البيت، الكوزينه هنا هانتوما عرفتوا قسما بالله الا طرت بها كلها تمسحات انايا وعويشه ماشي بوحدي، ولكن انا تنبغي شي حاجه تنبغيها تنبغي نعطي فيها، يعني خملتها كامله 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 قولي على هذا دابا صافي هانتوما كيف تشوفوا كنت تنكمل فيهم حتى البلاصه كلها خويتها مشيت تمسح كلشي. انا قلت لهم راه الدار ضروري تهبطي تسيقيها تبدلي لي زور، ولكن ما تنصورش لكم داكشي كل مره لان كلشي كيعرف يدير داكشي، ولكن الا كان فيديو فيه شي وصفه كيف قلت لكم غنستافدوا منها غدا بعد الناس غدا تنفعهم بزاف، علاش لا اللي ما نشاركوش معاكم. عطيتكم اليوم واحد جوج وصفات خطيرين خطيرين خطيرين، قولوا لي علاش. دابا الحال كيفاش ولا؟ دابا الحال سخون باش يعود تيوليو الحشرات جميع انواع، ولكن بالنسبه اللي عندو حنا مثلا عندنا الجرده هنا، يلا عندنا الجرده هنا والجرده هنا، انا كيف تتعرفوا عندي الدار هكا شوكيه فيها هنا وهنا، يعني تدخل لينا هكا شني ولا تيدخل هذاك المخص، المهم ضروري اللي عندو الجرده غادي يعرف،
ولكن بما انه كاين هذا الدواء السحري العجيب الخطير اللي معروف عند الناس بزاف، وكاين اللي تيستهون به تيقول لا حكا ما تيقديش، وحتى اللي سرق الزيت بالنسبه للناس اللي عندهم سرق الزيت يقدر يكونوا ما تيديروش بالطريقه الصحيحه. الصراحه الناس اللي عندهم تما سرق الزيت، انا الحمد لله ونحمد الله ونشكر ان سرق الزيت لكان عندي الموت ما نكذبش عليكم، هو يا ربي تسمح لي عندك عزما، هو انا الا كان عندي سرق زيت نموت، نحس براسي قلبي تيبغي يسكت ليا شي حاجه ما مقبولاش بالمره. ما كنبقاش نقول لك ربي يجيبو لي، ما وحنا عاد تنقولوا زعما هو فاش يجي هذاك العفريت اللي تنخاف منه. انا كيف قلت لكم من الحوايج اللي تنجيبو من على برا، مثلا شتي شي بواطا كرتونه فيها المواعن فيها الكيسان، راني قلتها لكم قبل فيها الكيسان، شي هكا غير ديال البيض، شنو مشيتو عند الحانوت وخديتو هذيك الكرتونه ديال البيض هذيك حولوا في ساعتكم حيدوا منها البيض يكون فيها سرق الزيت. شتي شي حاجه حاولي في الباب خوي حيدي الكرتونه لوحيها ودخلي غير داكشي خاوي دائما سوسي داكشي في الاول. المهم هذا راه كان في الخضر ودابا هذا هو الزرق. هذا انا عن سنين 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 عاوتاني ما نقولش لكم، هو دائما تنديرو بالنسبه هكا للحشرات، اي حاجه بخوشه اي حاجه غتدخل لي انا مثلا من الشرجم تنشدها، اولا من تحت الباب حتى تحت الباب تنشدها الدانو مصوص، تناخذ هذه تنخلط نخلط خلط مزيان باش يعويل هكا وتتخلط. انا عيشة تتخلطو غير بصبعها الصراحه، وتتاخذ تدوز لي تحت الباب تدوز لي هنايا هانتوما، حيت هاد الشارجم عندي انا هو اللي عندي في الجردة، ها هو هذا تيطل على الجردة تنخاف هكا تيدخلوا ليا منو، اش ندير تنحل الشارجم وتنطليه كامل. اي بلاصه شاكه فيها غتقولي غادي يدخل منها سرق الزيت ولا شي حاجه تديري ليه هذاك الدواء حتى من داك سرق الزيت اللي سيطر، والله العظيم انت تدوزي هكا لا لا غير شي حاجه واعره يعني بالتجربه خاطر. المهم هاد دانو المصوص، وهذا بالنسبه للمبتدئات اللي ما تيعرفوش، تاخذي دانو المصوص غتحلي غتحلي هادي وغادي ديري واحد العود وغادي تحركي 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 مزيان وغادي تدوزي كامل على البلاكارات على الشراجم على تحت من الباب، غتهناي من اي حاجه غتبغي تدخل ليك غتهناي. دابا انت ما بغاش تحشم، انا نقولها لكم قدام، انا شاده بايدي وايدي ضرتني تنصور دابا 5 دقائق وهي وهي تعطيكم الوصفه، ما زعما ما كاش عقلك نحطوا الكاميرا وعطي راه عيد ضرتني ايدي اختي واختي راه متتبعين عندنا مهمين بليتها. ها هو سكريني ها هو هذا تي عيش بحال هذا بالحق راه بالشد مبالاش كانت في الخضر ها هو شدراهم. خذي لك انت 3 4 خلطي وطلي لك اي بلاصه في عقلك غتدخل لك فيها الحشره غيدخل لك فيها سرق الزيت طليها اختي، هادي راه دق بطله ورحمه الله وزيدوا يلاه معايا وبوسه كبيره ليكم زيدوا مازال يلاه معايا صافي هاد الكوزينه كملتها كوزينه نحطها صافي هنايا كوزينه الله وصافي وغادي نمشيو لبيت النعاس يا مازال تخليكم معنا. ودابا الكبيدات هانتوما كيف شفتوا ليا قبل، انا فاش كنت في الكوزينه حليت الشارجم يا اختي باش تهوى لي الدنيا ايوا وصافي. دابا الناموسي صافي خرجات هذوك ديال الناموسي درت واحد فوق واحد ايوا صافي ضربتها هنايا بالزيقه هانتوما شوفوا لي الشفيشة فين ضاربه شوفي 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 صراحه ملي تحل لي الشراجم وتضرب هكا الشميشه تتحسي براسك نيت فعلا فعلا غادي تنعسي فشي حاجه اللي نقيه هانتوما صافي يعني هنا تحكم مزيان كلشي تمسح هكا البلاكا والماريو الحيوطه يا اختي كلشي 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 ناضي. دابا صافي غادي نبدا ندخل فيه ياكي صافي دابا غادي نبدا ندخل هكا في الفراش وغادي تشوفوا يا اختي بيت النعاس اليوم يا اختي يا اختي وديال العريسات ديال زمان يا زمان. يلا خليكم معايا شوفوا ليا غزالات شوفي ليا الإزار ديال 30 عام البنات ياكي 30 وقت عرفتي 30 سامة شوفي ليا الإزار كيفاش باقي طول الحساب كان على حقه وطريقه باليد ماشي الماكينة هذا مصوب باليد شوفوا شوفوا 30 عام وزيادة فغيمون يعني مفروع في الخدمة شوف هادو التكايات كانوا في 40
وهذا كان مزود هذا، عرفتي كانه باقي جديد. شوف طاز الحساب اللي قلت لك بليت ماشي بالماكينه، شتي تفهم ديال العريسات وغادي نجوجو باباك نجيبوا لي عروسه. صافي راني شرفت اختي، صافي هذا غنفرشوا لباباك يا اختي وصافي، خصو عروسه حيت هذا ديال العريسات، هذا ديال العريسات وهذا ديال نوره، هذا ديال عرس نوره. انتم شوفوا كيفاش مصبر ومصلوح، دايره فيه هكا الصابون، شوفوا دايره فيه الصابون زعما باش يتطوروا هانتوما. شوف هذا ديال عرس نوره وهذا ديال عرسي يا اختي، قولوا لي اين اللون اللي عجبكم. شوفوا انا عجبني الزرق ياك، الضيق واعر باقي جديد مسكينه كاع هي ما فرحتش بيه. شوفوا شوفوا لي الخيط، الله يسمى فرحتش بيه كاع باقي جديد انتم واعر. يعني ودابا حاليا هادشي اللي رجعوا لي، هادشي اللي رجعوا لي، هادشي اللي رجعوا لي دابا حاليا، هادشي اللي رجعوا لي. ايوا صافي اختي، انا باقي عندي كلشي جديد البنات، باقي جلال في دو بياس جداد، باقي تكاشطي كنادري كلشي باليزه البنات، باقا مسدوده شي نهار نشاركها معاكم ان شاء الله. تقولنا اين اللون اللي عجبكم، واش هذا ولا الخضر هانتوما، رغم ان دابا كلشي رجع لي، رجعوا لي حتى في تكاشط في السراول اللي كانوا عندنا حنايا بكري، اي حاجه ايوا دابا صافي غادي ندير صافي لنا موسيات قادة تصاوبات، غنزيد فوق هاد ليزان اللي درت غنزيد اخر واحد اخر ابيض باش غادي ندير ان شاء الله هذا هانتوما شي حاجه ديال 30 عام وكثر وباقي كانه جديد بحال يلاه كيمصاوب. شوفوا ليا يلاه خليكم معنا وتقولنا اين اللون اللي عجبكم الصراحه، هذا الزرق ولا الخضر هانتوما واحد فيهم، يلاه خليكم معنا. دابا غادي ندوزو غنوريكم واحد الوصفه بالحق شاركتها معكم ماما، خطيره بزاف بزاف ملمعه للارض البنات، ايه الا بغيتي الارض ديال الزليت تولي تلمع لك البنات، هاد الوصفه خطيره اصلا. انا علاش درت هاد الفيديو على قبل هاد الوصفه، وصفه خطيره بزاف، كيف بان لكم كتاخذوا هكا واحد السطل يكون فيه الماء طيب البنات، كتزيدوا عليه الصابون البلدي، وخذات ماما واحد الحامضه وعصراتها مزيان مزيان فهاد السطيل وصافي، كتخليوا هذاك الصابون البلدي يتفاعل مع الماء يذوب مزيان وصافي، كنبداو نحكو به الارض ديالنا تترجع كتلمع. هو كاين لي برودويات اخرين تنديروهم، ولكن ملي ماما تتبغي واحد اللمعه تكون خطيره في الدار هي فاش كنديروا ليها هذاك الصابون البلدي والحامض. المهم غزالات هنايا صافي راه كملنا وسالينا، وماما دات هنايا شويه ديال البخور باش تبقى هكا ريحه زوينه في الدار. هاد الريحه ديال البخور فن بزاف بزاف، وشوفوا ليا البيت نعاس كيفاش جا بالتلميط ديال الحساب، شي حاجه يعني ديال شحال هادي وفي نفس الوقت رجعوا ليها دابا. المهم غزالات بزاف بزاف ديال الليل باش هو ديال الماكينه. شوفوا ليا كيف جا، شوف واحد الثمن نيت هو. شوفوا ليا جا فن، عاتي جا واعر، مازال الكاميرا ما عطاتوش حقو البنات. المهم هذا ما كان، هذا الفيديو كان خفيف ظريف، غير هي شاركت معكم ماما فيها جوج وصفات، الوصفه ديال الارض الا بغيتوها تقتل مع ليكم ننصحكم بهذاك الماء الطيب مع الحامض والصابون البلدي وصافي. كاين الوصفه حتى هي اللي ديال دانون حتى هي واعره. ردوا عليا الخبر بان الحشرات غتنساوهم،
المهم غزالات نخليكم مع هاد الجوله اللي خفيفه ظريفه. المهم هاد الجوله غير بالنسبه للناس اللي هكا كيدخلوا جداد، لان الناس كيتابوناو جداد، نخليهم مع هاد الجوله ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جداد كيف العاده. لايكات حبيبات اكيد وكومونتات.